حنين، شيرة حنون ويدوب. معكم ولد ولا أنطى منها. تفننوا فيها. جربناها مع الخبز المسلسل. أي شيء خفيف وناعم. تناسق النكهات. ولأن ناطع حنين كانوا يقدمونها بلوب للمعاريس أو بيوق العيد. سميناها خبيصة سفلي. كريسبي حنين. الشكر والخيل والزعفران. الدرابين الكويتية الهشة الخفيفة. غورميك كويتي. غورميك كويتي. ولا أروع من كذي. ماكو أحلى من الحلو، والحلو ياكل حلو. خنين شيرة حنون ويذوب، وماكو مثل حلوياتنا الكويتية اللي تحلي الريج وتطيب الخاطر. مزجناها بأفكار جديدة تزيد من حلاتها، ونقدمها لكم بطريقة مزهلقة وراقية. غورمي كويتي، يبنى حلوياتنا الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة. الدملوج، الدملوج باللغة العربية يعني دملج الشيء، يعني ضم الشيء إلى بعضه. وعندنا بالكويت حلويات اسمها الدملوج، دملوج المكسرات. عينة يابوها ورقوها وحطوا فيها الهيل والزعفران وحشوها بالمكسرات. بس دملوجنا اليوم غير، راح يصير تارت. دملوج، دملوج طبعاً معروف في كل المناسبات السعيدة في الكويت، الدملوج حاضر. لكن هالمرة راح نغير الدملوج إلى تارت الدملوج، فراح نسوي شوية فرنسي على كويتي يطلع لذيذ حلو أنيق. أول شيء راح نسوي الدملوج للتارت، بعدين راح ننتقل إلى حشوة الدملوج اللي نحشي فيها التارت. عندنا زبدة وعندنا آيسينج شوغر وعندنا بهارات الدملوج اللي هي عبارة عن هيل ودارسين وزعفران وماي ورد، وعندنا بيض وطحين لخلطة التارت. خليل شيرة حنون ويذوب. راح نبدي أول شيء بالتارت، راح نحط الزبدة. طبعا أول شيء تكون الزبدة باردة. بعد نعم الزبدة شوية راح نضيف الطحين. طبعا لما نقول النعم لازم نستخدم هذه الأداة اللي يسمونها البادل. راح نحط السكر والبهارات كلها مرة واحدة عشان يعطينا نكهة كاملة. الملح هني، وراح نضيف ماي الورد مع الزعفران. راح نضيف الحين الطحين. نبدي شوي شوي بسرعة بطيئة، دائما نبدي بسرعة بطيئة عشان ما يطشر. راح أضيف البيض، أخلط مع البيض. راح أضيف شوي الماء، بدأت تأخذ رطوبة. وبعدين آخر شيء راح أضيف الزعفران. الزعفران شوف اللون عجيب. ما أخلط وايد لأن التارت ما يتحمل حرارة. وبعد النقطة المهمة اللي لازم إحنا نسويها، إن بعد ما التارت يكون
يعني جاهز عجينة التارت تكون جاهزة لازم تدش معنا نوديها الثلاجة. طبعا تكون بالثلاجة تقريبا يعني أقلها نص ساعة إلى ساعة. طبعا الحين راح نعجنها شوية على أساس تكون جاهزة للثلاجة لمدة تقريبا نص ساعة إلى ساعة. فراح نضيف شوية هدوء، نقلبها بهالطريقة، ما نعجنها وايد بس لما تكون هي تاخذ يعني تماسك معنا. شوفوا هي خفيفة، عجنها شوي شوي، ما بيها تاخذ حرارة ايدي ابدا، لان اذا اخذت حرارة ايدي راح تزيد يعني تصير ترفع اكثر وبعدين راح نتوهق ما نقدر نتحكم فيها. اتوقع انها جاهزة، هذه اللون حلو بهارات مبينة وراح تكون جاهزة للثلاجة تقريبا نص ساعة، إذا كل ما كان أفضل أكثر كون أفضل، بس ما نحطها أكثر من ساعة ساعة ونص. تارت جاهز، بعد نص ساعة راح أراويكم شلون تشكيل الكراست مع تارت الدملوج. أي شيء خفيف وناعم. سوينا عجينة التارت وحطيناها بالثلاجة تقريبا راح نقول نص ساعة إلى ساعة. الحين راح نسوي الحشوة. طبعا ما تعارف عليه حشوة الدملوج تكون جوز أو فستق. احنا راح نسوي جوز وراح نحط كذلك نكهة بنكهة البهارات الحشوة الدملوج. عندنا هني راح نحط أول شيء بيضتين، بعدين راح نحط مع البيضتين براون شوجر أو سكر البني. طبعا ناخذ سكر بني القامج عشان يعطينا اللون الحلو البني القامج. نبدي بالخلط، بس يندمج السكر مع البيض راح نضيف الزبدة. بعد الزبدة نخلط شوية، راح نضيف العسل. طبعا احنا العسل راح يعطيها شوية تكون قوامها لاصق مطاطي حلو، يعني ما يكون المكسرات متفرقة عن بعض، يعني تحس لا تحس يعني كلها مع بعض تكون مثل بودنج. يعني راح نحط الدارسين، راح نحط الهيل، واخر شيء طبعا راح نحط الجوز. بس خلنا اول شيء نخلط وبعدين نرجع على بس هذه الخلطه بشكل سريع. راح نضيف اخر شيء مكسراتنا. طبعا لازم يكون اراويكم الجوز تكون شوي خشنه، ما تكون ناعمه 100% على اساس نحس بالكرنشي. نخلط خلطه سريعه طبعا عجينة ارتاحت نص ساعة. الحين شوفوا لونها العجينة، شوية طحين دائما عشان هي عجينة فيها زبدة تلصق، ولما نيجي نسوي الرولينج نحاول ما نضغط بقوة، بس طريقة بسيطة فيها تمشي بهدوء هدوء، بعدين نرجع نلف هدوء، نرجع نلف هدوء بهالطريقة. ديروا بالكم عجينة قلنا وايد سوفت، وايد ناعمة، وايد يعني لدرجة ان الواحد يعني يخاف انه يعني تقطع معاه، فيحاول ان احنا نحميها بشوية طحين هالامور عشان ما تتقطع معنا. ننقلها بهالطريقة، نحطها من النص بعدين كذي، هذه الطريقة المناسبة. وانا هالطريقة احاول انه شي انزل اكسرها بهالطريقه، وانا اكسر اضغط عشان القاعده تاخذ المساحه المطلوبه بنفس الوقت
زين، الحواف تاخذهم كذلك مساحتها المطلوبه. بعد ما تاكدت ان كل شيء، ابدي اكبس بهالطريقه، بهالطريقه يعني بسكينه، بهالطريقه نقص، او بايدنا نقدر نقص. بقي عندي عجينه تنقل؟ لا طبعا، راح نلمها ورد نلفها ونحطها بالثلاجه والفريزر، نستخدمها للمره الثانيه. فهذا امر يعني ما في شيء ويستنج على قولتهم. اتاكد ان الحواف لازقه، بس ما اكبس بقوه، ما ابي اخربها. بعدين بسكينه او ان بشوكه حاول كذلك نعطيها انها تتنفس. بعد ما تتنفس راح نجيب ورق زبده برشمان بيبر نفس الحجم، ونجيب فاصوليا بهالطريقه. طبعا انا من عشاق التارت صراحه، احب التارت، والتارت يعني صدق يعني إليجنت. فنقدر هذه التارت بحد ذاتها نقدر نحشيها اي شيء، بس لكن احنا نسوي دملوج. ممكن بدال شو اسمه الجوز نحط بستاشيو او فستق. تاكد ما نضغط عليه عشان ما تاخذ الشكل، بس نحاول ان نتاكد انه واصل الى الإج او الحواف. اوكي، نجيب الصينيه مالت الفرن ونشيل تارت ونحطها. الكراس جاهز للفرن 160 درجه، طبعا يكون حامي قبل، وبعدين ندخلها 15 دقيقه، وعقب نطلعها ونحط لها الحشوه، وندخلها مره ثانيه 120 درجه، وبعدين اراويكم شلون يكون شكلها. كويتي 15 دقيقه كان بالفرن 160 درجه. الحين راح نحط عليه الحشوه، وعقب الحشوه راح ندخلها مره ثانيه تكون تقريبا 20 الى 25 دقيقه. هذه حشوتنا اللي سويناها قبل شوي مع بعض، راح نضيفها. طبعا نحاول ان الحشوه ما تكون اكبر من الكراست، لا نخلي شويه، لان هي فيها بيض وفيها سكر، فراح شويه تطفح، بعدين لما تبرد راح تهبط. التارت دملوج جاهز، قلنا مره ثانيه للفرن، وراح نراويكم بعد شوي شلون شكله عقب الفرن. تارت دملوج جهز، طبعا خليته يبرد شويه، ما اقدر اجيسه حار. فراح نطلعه وراح نحطها في صحن انيق يليق في التارت، لان التارت انيق معروف، فدائما العين تاكل قبل يعني البطن، فلذلك نشبع عيننا في منظر الاكل، شلون نحطه، شلون نسوي له اناقه حلوه، نزاكه على قولت الكويتيين. فراح احط شويه ايسنج شوجر، تارت الدملوج جهز، ولا احلى من كذي ولا اروع. نجهز شويهتنا، وعلينا وعليكم بالعافيه. والحلو ياكل حلو. خميس شيرة حنون ويذوب.